السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي مشاهدين القناة وداديه بركاني. حسن لي الشرف نكون بركاني وحسن لي الشرف نكون مغربي. الله الوطن الملك. كنشكر كاع الناس كيدخلوا القناة كيشوفوا الفيديوهات واخا هما ناس قلال ولكن البركة في القليل. الحمد لله الناس محترمين الناس كيحترمونا والله يجزيهم بخير. في الفيديو اليوم باش نتكلم على قضية سامرة وقضية يونس. بعد ما كملت الفيديو اللي كان ننصحكم الا بغيتو تشوفوه يلا حطيتو قبل هذا الفيديو هذا واللي كان رد على يوسف الزروالي على اللايف اللي دار البارح بكل احترام وبكل تواضع. في قضيه سميره تحياتي لها من هذا المنبر وفي قضيه يونس تحياتي ليه من هذا المنبر. غادي نقول الكلام كما هو الكلام اللي على القلب على اللسان. لما كنت البارح كنشوف في اليوتيوب طحت في شي فيديوهات اللي فيهم واحد المشاكل عائليه اللي كتجمع الأخت المحترمة سميرة والأخ المحترم يونس. هما كوبل عندهم 4 ديال الدراري واللي عايشين أونسومبل واللي هو يوتيوب معروف على الصعيد المغربي. أنا الشيء اللي بغيت نقول في هذا الموضوع وهو أنه الإنسان خصو يشوف قدامه. يونس أنت عندك مرأة على بالش العلاقة العائلية والشخصية اللي عندك معها، لأن هذاك الشيء ما كيعرفو غير الكوبل بيناتهم. باش نكونوا واقعيين حتى واحد ما يقدر يقول لي العلاقه اللي بيني وبين الزوجه ديالي كدير الا انا الا هي، لان حنا اللي عايشين والانسان ملي كيدخل البيت ديالو ما كيعرفش وشنو كاين وراء الكواليس. باش نكونوا منطقيين على حسب ما عرفت انا البارح وعلى حسب ما فهمت انه ذاك اليوتيوبر كتخدم مع الزوجه ديالو كتصوره كدير المونتاج كتدفع له يعني في اليوتيوب وكيربح تقريبا 10 ديال المليون وما فوق. القضيه كيفاش انه مشى يطلب منها الطلاق؟ لان الحياه الاجتماعيه ديالهم ما بقاتش يعني في طريق الصواب، بيناتهم مشاكل. العلم لله الحق ديالها راس ليبرا اشنو هو، ولكن على حسب ما فهمت انه ما كيعطيهاش الفلوس وهذا ماشي من حقه، لانها حتى هي كتعذب والمونتاج فيه العذاب والتصوير فيه العذاب فيه العياء فيه لافاتيك فيه كل شيء. حنا راه يوتيوبر واخا ماشي كبار ولكن كنعرفوا بلي هذا المجال ديال اليوتيوب فيه بزاف ديال التعب. ما محقكش انك ما تعطيهاش الحق ديالها. نتكلم معكم يعني بحال اللي كنتكلم في شي واحد من العائله ديالي. كما كنقولوا شاك ترافاي ميريت سالير، كل عمل الا يستحق اجره. ابارامون هاد يونس مشى دار دوموند ديال الديفورس وهادي، ولكن فين دار الخطا الكبير وهو انه نسى ابناء ديالو، نسى الابناء ديالو ودا العقل ديالو غير الفلوس. فلوس راه غير وسخ الدنيا. انت بالعكس هاد اليوتيوبرات اللي ما كنفهمهمش انا، اليوتيوب راه غير فلوس باطل. ما كتضربش عليهم الصابه ولا كتنوض تسقي ولا كتضرب عليهم الحرب باش انك تصور الفلوس. ربي عطاك انك طلعت يعني في القناه ديالك وكتصور بها فلوس، فهذا حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى. بصح باش انك تسمح في ولادك فانا كنقول لك والله الا غلط كبير راك دايره. كنقولها لك كاخ، ماشي انا ما جيت باش نضرب في سميره او نضرب فيك او او او، ولكن كلمه الحق نقولها لك، راك غلط بزاف في القضيه ديال الزوجه ديالك وفي الابناء ديالك. والناس في المغرب كان اللي عنده 2000 درهم وعندو جوج اولاد او ثلاثه ديال الاطفال ديالو والزوجه ديالو وعايشين معززين مكرمين، عايشين حامدين الله وشاكرينه. انت 10 ملايين 10 ملايين وما حامدش الله، انت انك مشيت وكتقول بالقضاء وكل شيء بانك ما خدامش وما عندك حتى شي مدخول. و10 ملايين وشنو هي؟ حلم ولا وراه حشومه؟ حشومه. باش نقول لك واحد الحق اخر، عاود راك نوضت راسك غير نحل. علاش؟ لا بما انك نكرت انك كتدخل الفلوس بواسطة اليوتيوب، هذا واش كيعني؟ يعني انك ما ديكلاريش الفلوس لي زامبو الضريبه، وهو قانونيا اي مدخول يكون عندك يخصك ديكلاريه الضريبه باش تخلص حق الضرائب. بما انك مشيت كذبت وقلت بانك ما عندك حتى شي مدخول فجبت على راسك الحرب النحل حتى ولاو كاع اليوتيوبرات يهضروا عليك. فانا نقولها لك ونعاود نقولها لك، خطا كبير راك درتو في الحياه ديالك. الخطا الاول انك ديت واحد المراه اللي هي امراه
على حسب ما كنشوف انا مرأة صالحة، مرأة محترمة، مرأة كتكيف بالاطفال ديالها، مرأة كتكيف بالدار ديالها، ديات لابناء ديالك. علما انه كان بعض الناس ما يقدروش حتى يجيبوا ولد واحد، كان بعض الناس كيشيروا الاطفال حيت ما عندهمش كيديروا وينجبوا الاطفال. انت عطاك ربي أربعة، الله يبارك والله يصلح، اللهم زد في ذلك، وضيعتهم على جال الفلوس. والحاجة الثالثة أنا نقولها لك دوفيس، نقولها لك مليار في المية، أنك في القضية والله لا راك خاسر. رابعا أنك كتغش الضريبة، فالضريبة غادي تنوض لك وغادي حتى هي تجيب الحق ديالها منك، بغيت ولا كرهت. اللي غواه رخصو خلى نصو، أنت غواك الفلوس، غواتك هاد الحياة، غواتك هاد الدنيا، وغادي تخلي كل شيء وغادي تضيع كل شيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأنا اللي كنقول لأخت سميرة، وهذا نصيحة كأخ، وقفي مع ولادك، تكيب بايب ولادك، واللي مكتبوا لك الله في الرزق ديالك غادي يجيك آجلا أو عاجلا. وكنقول اليوتيوبرات اللي كيتكلموا في هذه القضية، والناس اللي عندهم بهاد الكوبل شي علاقة، أنهم يخيطوا بخيط أبيض. لا داعي لك السبان، لا داعي تسبو لا يونس لا سميرة لا والو. لنا نعاود نقولها لكم، حتى واحد في حقة الأمر ما عارف السبب وراس الإبرة نتاع هاد المشكل هذا. فأنا بالنسبة لي أنا كنقول لكم الله يجمع بيناتكم بخيط أبيض، الله يجمع بيناتكم بالمحبة والسرور، والله يبعد عليكم هاد المشاكل. تهلاو في وليداتكم، الأطفال راه يوم القيامة كلشي يتحاسب على الأطفال ديالو، كل واحد كيتحاسب على الأطفال ديالو، واش قراهم، واش علمهم، واش دار فيهم، واش 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 واش. الله يهدي ما خلق، الله يجمع بيناتهم المحبة، الله يجمع ذاك الكبر إن شاء الله. وما كان بغيوش هاد الصوالح يكونوا في العائلات المغربيات، لأن السبب هاد الشيء ديال الطلاق وأنك تسمح في ولادك، فالضايع الكبير هما ذوك الوليدات. حيت ديجا دخلتهم في السوشيال ميديا كل شيء ولا يتكلم في هذه القضية هذه، وتعرفوا هذا المجتمع ديالنا ما كيرحمش. أنا ولادكم أو بنياتكم عندهم أطفال يقراو معهم، وكل شيء متبع اليوتيوب اليوم من الصغير للكبير. فكر في ولدك غدا وبنتك ما تمشي للمدرسة ويبقى يقول لها شتي أمك واش دارت، شتي باك واش دار، سمح فيكم، قال فيكم، دار فيكم، إلى غير ذلك. الطفل كيتعذب بهذا السبان، كيتعذب بهذا الكلام، حيت حنا الناس الكبار ما كنقولوا وصافي طلقت السلام عليكم، ما كنعرفوش بانه هذاك الطفل يقدر انه غدا من غدا يتشرد، يقدر من غدا من غدا يهرب، وتصبح نتايا السبب الرئيسي في العذاب ديال الابن ديالك. فانا كنقول لكم فكروا مزيان، عاودوا القصه ديالكم بالاول، وشوفوا فين عندكم الخطا، وشوفوا فين كان عندكم النقطة اللي انتم ما تفهمينش معها، وحاولوا كيفاش ديروا تلقاو واحد الصلح بيناتكم، واحد الصلح بيناتكم، لأن الصلح خير من الفراق، وخير من تشرد الأطفال والعذاب والعقاب انت الأطفال ديالكم. يوتيوب راه فايت، الفلوس راهي فايتة، الإنسان اللي كان حمد الله وشكره على القليل اللي عطاه الله سبحانه وتعالى، فغادي يعيش، ما نقول لكم غادي يعيش مليونير او ملياردير، مع الاقل غادي يعيش مع العائله ديالو معزز مكرم، يدخل عليهم يخرج عليهم ويشوف الاحوال ديالهم، وفرحانين به وفرحانين بوليداتهم. غادي نكمل هذا الفيديو بهذه النصيحه الاخيره، حاولوا تنعلوا الشيطان، وحاولوا تجمعوا بيناتكم، وحاولوا انكم تفكروا في المستقبل نتاع وليداتكم، لان يمكن ترى كبير، يمكن ترى كبيره ما على بالكمش بهاد المسائل، ولكن الضياع الكبير هو الابناء ديالكم. عاودوا الفيلم بالاول وشوفوا اشنو تقدروا تسوفيو في هاد القضيه هادي. regardez ce que vous pouvez sauver dans cette histoire et restez ensemble avec vos enfants, parce que c'est les enfants qui vont tout perdre, c'est les enfants qui vont prendre le chemin gauche au lieu de prendre droite ou la face. Allah yahdi ma khalq, Allah yajma' bainakum bil muhabba, Allah yajma' fi kull couple andou el mashakil, Allah yesehel amourhom, Allah yajma' bainatihom, Allah yesehel amourhom,
والله يفتح عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.